مشاهدين الأعزاء، كلنا كنتفرجوا في التلفزيون ولكن ما كنعرفوش كيفاش كيتصور داكشي. اليوم جينا نقربوكم لي كوليس ديال الأعمال الدرامية المغربية، وبالخصوص جينا نشوفوا جميع لي كوليس ديال مسلسل عز المدينة اللي غادي يدوز في رمضان. اجوا معنا نشوفوا ونشوفوا الممثلين اشنو كيديروا. حنا وصلنا للبلاطو دابا، غادي نشوفوهم اشنو كيديروا وما نصدعوهمش. نحن بصدد تصوير حلقات مسلسل عز المدينة، مدينة أزمور، مدينة الجديدة، لفائدة القناة الأولى، من إخراج عبد الربي حكيم قبابي، ومتنفيذ الإنتاج شركة أغلال صاحبها خالد معقول، سيناريو زكريا قاسي الحلوم مع ورشة ديال الكتابة. مسلسل 30 حلقة إن شاء الله، كنتمنى يكون ينال رضا الجمهور في رمضان إن شاء الله. كنظن من بين نقاط القوة ديال أي عمل من جانب الفريق التقني اللي خصو يكون في مستوى، والاختيار ديال الديكورات والظروف الإنتاجية اللي خصو تكون جيدة مريحة، الوجه الحقيقي أو ما يراه المشاهد هو الممثلين. اختياراتي في جميع الأعمال اللي كنحاول نشتغل عليها نابعة من الوجه المناسب في المكان المناسب. الاشتغال بفريقين في عمل واحد هو طريقة تقنية مضبوطة وممكنة، مبنية على تصور إخراجي واحد، مبنية على تصور تقني وإدارة ممثل واحدة. الفريق الأول اللي كيشتغل معايا كنشتغلوا بشكل طبيعي عادي، والفريق الثاني أيضا كيشتغل بشكل طبيعي عادي في إطار واحد البرنامج محدد مسبقا، وفي إطار واحد تصور واحد معين، باش في الأخير نخرجوا بنتيجة واحدة، وهي طريقة كنظن معمول بها وكنحاولوا نشتغلوا عليها باش نقدروا نعطيوا نفس التصور ونفس الرؤية في العمل في نهاية الأمر. هذا مسلسل عز المدينة، الدور ديال شروق. اللي شجعني على هذا الدور هو انه مختلف بزاف على الادوار اللي مختلف كاريمون على الادوار اللي فات لي خدمتها، ومختلف على الشخصيه ديال هاجر. دونك فيه خدمه، فيه كومبوزيسيون، وان شاء الله ان شاء الله ربي يسهل. الدور ديالي هو الدور ديال السعديه اللي هي الزوجه ديال سليمان. هاد السعدية هادي واحد الشخصية كتلعب شي شوية يعني مع الرجل ديالها، ديما كنشوفوها ظريفة وكتحني الراس ايتو، ولكن هي من تتكون مع الضرة ديالها او مع السيدة اللي باغي تزوج بها او الزوجة الثالثة تلقاوها مختلفة شوية، تعسم البارد من التحت، كتهضر معهم وهي كلها ثقة في النفس، عندها واحد الشخصيه زوينه اللي كتحاول انها تبين بان راه هي الاساس مع داك الزوج ديالها اللي في الاخر اللي غادي تطلق منه وغادي تمشي في حالتها. سالينا الان مع مجده زبيطه، اجي نمشيو للوج مكياج نشوفوا الفنانات اش كيديروا ونشوفوهم على حقيقتهم. مال حقيقتنا مالها. يلا الدور ديالي في هذا العمل هو الدور ديال الوفاء. هذه واحد السيده مجوجه بواحد السيد اللي لباس عليه، وولده معاه جوج بنيتات، ومن بعد غادي يتزوج المره الثانيه وغيبغي يتزوج المره الثالثه. وهنا كتبان لنا المراه المغربيه المغلوبه على امرها، اللي هي يعني بز منها قبلت ان راجلها يتزوج عليها الثانيه. نتمنى ان شاء الله المشاهدين المغاربه يتبعوا هذا المسلسل عز المدينة درب الحمام، لأنه حافل بواحد المجموعة من الفنانين الكبار وبقيادة مخرج جميل جدا وسيناريست يعني محترم. كنمثل دور جديد، دور ديال سليمان. هاد الدور في الحقيقة غادي يكون مفاجأة للجمهور المغربي، لأن ما عمرو شافني في هذاك لو ستيل ولا بغينا نقولوا في هذاك الروجيستر. دور ما سبقليش نهائيا كممثل انني اديت بهذيك الطريقه.